السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إجبارية جديدة من القاهرة الإجبارية. أهلا بكم. أهلا بك أحمد. مرحبا حبيبة، والبداية بالعناوين. المبعوث الأمريكي إلى لبنان يلتقي ميقاتي وبري، يؤكد أن إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في متناول اليد. حزب الله يقصف ضواحي تل أبيب ويعلن استهداف قوات إسرائيلية في محيط 4 بلدات حدودية لبنانية. والحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية. البداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. من العاصمة بيروت أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية. وخلال لقائه مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستين، شدد ميقاتي على أن ما يهم الحكومة اللبنانية هو عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم ووقف التدمير العبثي من جانب جيش الاحتلال للبلدات اللبنانية. ومن ناحية أخرى، عقد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستين جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن مستوى التفاؤل الأمريكي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الأعلى منذ عام. وأضافت وسائل الإعلام أن الجانب اللبناني لديه ملاحظات على بند في المسودة الأمريكية بشأن ما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. هذا وقد أفاد مراسلنا بأن هوكستين لا يزال في بيروت لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار، ولم يحدد وجهته التالية بعد لبنان. كان المبعوث الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستين قد أكد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف هوكستين أنه يواصل سد الثغرات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا القرار يعود لإسرائيل ولبنان. كان الحوار بناء ومثمرا. أنا عدت مرة أخرى، ذلك لأننا نحاول التماس كل الفرص لإنهاء هذا النزاع. هذه لحظة فارقة في اتخاذ القرار، وأنا هنا في بيروت من أجل تيسير اتخاذ هذا القرار، وفي نهاية الأمر هذا قرار الأطراف من أجل الوصول إلى نهاية لهذا النزاع. الأمر حان الوقت الآن لإنهاء هذا النزاع، وهناك نافذة الآن مفتوحة خلال الأيام القادمة، وأتمنى أن نستغلها من أجل الوصول إلى تسوية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت الصحفية راشيل كرم. سيدة راشيل، من أين يأتي التفاؤل الأمريكي؟ مساء الخير لك أستاذ أحمد وكمان للمشاهدين. التفاؤل الأمريكي ليس بجديد، وقد أيضا قد لاحظناه وتابعناه في خلال سنة وشهرين مع بداية أيضا حرب غزة. كان دائما الأمريكي يتحدث بلغة تفاؤلية لمحاولة
إما أمرين، إما ضغط نفسي وإعلامي على الأطراف التي هي ضد العدو الإسرائيلي أي غزة ولبنان، وبالتالي الإيحاء بأن هناك أمور إيجابية ليعول عليها الشعب اللبناني أو الشعب الغزاوي، ومن ثم يتم عرقلة هذه المفاوضات فيحبط الشعبين، الشعب اللبناني أو الشعب الغزاوي، والآن أتحدث عن لبنان تحديدا، وهي لعبة ضمن اللعبة النفسية والإعلامية إلى جانب الحرب العسكرية، أو وهو الخيار الثاني النظرية بأن يكون هناك فعلا جدية للوصول إلى تسوية وإلى مفاوضات وإلى الجلوس على الطاولة. لا. لأنه واضح بأن العدو الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة وفي الأسبوعين الماضيين واضح بأن التوجيع أو الضربات التي مني بها في الداخل الإسرائيلي من حيفا وبالأمس بالتصعيد الميداني الذي قام به حزب الله عبر إرسال صواريخ باليستية وضربت تل أبيب، إضافة إلى صمود المقاومين على الحدود البرية ومنع العدو الإسرائيلي من احتلال قرية واحدة منذ 46 يوما، هذه التفاصيل إضافة إلى، وهنا أساس، إضافة إلى الداخل الإسرائيلي والمشاكل التي الموجودة بين الحريديم وهم المجموعة المتطرفة التي لا تريد الانضمام إلى الجيش، أيضا الضغوطات التي تحصل على نتنياهو عندما تفتح له الملفات إن كان في مكتبه والتسريبات والوثائق المسربة أو خلال أيضا كلمته، وهذا ليس بتفصيل أن يكون نتنياهو بالأمس تحدث في الكنيسة وكان هناك اعتراضات عليه، أرى بأن كل هذه التفاصيل ممزوجة بين بعضها البعض، يمكن القول بأن العدو الإسرائيلي بات حاضرا أكثر من أي وقت ثاني للمفاوضات. طيب. المبعوث الأمريكي سيبقى في بيروت لاستكمال المشاورات، وتحدث على أنه يعمل على سد الثغرات، هل هي ثغرات أم خلافات على بنود في المسودة؟ واضح بأن البنود التي تنشر لا يمكن التأكد منها 100% إذا كانت هي صحيحة، ولكن أقول لك بأن لبنان لن يقبل بأي بند يمس بالسيادة اللبنانية. وهنا دعني أقول بأن الورقة السابقة التي أتى بها هوكشتاين أيضا للمفاوضات كانت تضم بأن يتمكن العدو الإسرائيلي متى شاء في الوقت الذي يريد عندما يرى هناك حاجة بأن يخرق الأجواء اللبنانية كما جرت العادة أكثر من 30,000 خرقا خلال 13 سنة، وأيضا يريد العدو الإسرائيلي كما في الجو كذلك في البر. هذه النقاط أو هذه البنود التي سوف تمس أي نوع من سيادة لبنان أقولها لك عن دراية، ليس عن معلومات ولكن عن دراية وعن تاريخ، بأن الجانب اللبناني لن يقبل بهذا الموضوع. وعندما أقول لن يقبل، واضح بأن الجانب اللبناني، وكان قد أعلن ذلك الأمين العام لحزب الله الحالي الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الأخيرة، بأن حزب الله مستعد لحرب طويلة والقتال بمدى طويل، وبالتالي أيضا لبنان استعاد عافيته إلى حد ما وبات توجيع العدو وضربه بضربات نوعية وبضربات مستغربة بالنسبة لهذا المستوطن الذي لم يعتد أن تأتي الصواريخ إلى تل أبيب أو إلى حيفا. أعتقد بأن لا يزال الطرفان لديهم الكثير من الأوراق للعب عليها. هل هذا يعني بأن المفاوضات سوف تفشل؟ مرشح ذلك، ولكن أن تفشل المفاوضات ولكن لن تنتهي المفاوضات، سوف ننتقل إلى مرحلة أخرى قبل الجلوس مجددا على ورقة ومسودة جديدة لهذه الورود. سيدة راشيل كرم، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن بيروت طلبت مجلس الأمن الدولي بإدانة العدوان على أراضيه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من أراضي لبنان المحتلة. وأضافت الخارجية اللبنانية أن بيروت قدمت شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. قصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان. ومن جانبه أفاد مراسلنا باستهداف جيش الاحتلال بلدة القليلة جنوبي لبنان، وشن غارات على محيط بلدات البازورية ودير قانون رأس العين وجنوب لبنان. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من 4 طوابق في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تعقبه لتسلل طائرة معادية في منطقة الجليل الأعلى، وذلك عقب تحديد هدف جوي مشبوط وغلا في البلاد قادما من لبنان. وطالب الجيش السكان بضرورة الاستماع إلى التعليمات المحدثة لقيادة الجبهة الداخلية. من جانبها كشفت الجبهة الداخلية لإسرائيل عن دوي صفارات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي والجليل الأعلى. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مستوطنة جعتون برشقة صاروخية. وأضاف حزب الله أنه تمكن من قصف مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي مدينة تل أبيب بصواريخ نوعية. كما أكد حزب الله استهدافه تجمعا لقوات جيش الاحتلال شمالي بلدة مارون الرأس بصاروخ. في الوقت نفسه استهدف جيش الاحتلال جنودا إسرائيليا في محيط 4 بلدات لبنانية حدودية، من بين هجمات عدة تبناها تزامنا مع زيارة موفد أمريكي إلى بيروت لبحث وقف إطلاق النار. أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من لواء جولاني في معارك جنوبي لبنان. وأضاف جيش الاحتلال أن 11 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بجنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. تسببت الغارة الإسرائيلية في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة بيروت في استشهاد 7 أشخاص وإصابة 31 آخرين. كما أحدثت الغارة الإسرائيلية دمارا كبيرا بالمبنى المستهدف والذي لا يبعد سوى 10 أمتار عن منشآت حيوية بوسط العاصمة بيروت. ومراسلنا أحمد سنجاب يرصد التفاصيل من موقع الاستهداف. نحن هنا في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة اللبنانية بيروت. هذه المنطقة وهذه البناية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالأمس، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 31 مواطنا في هذه المنطقة التي تقع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت. هذا هو الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الغارة الوحشية التي استهدفت سكان هذه المنطقة وهذه البناية. على ما يبدو أن هذا المنزل لم يعد قابلا للسكن مرة أخرى، وخصوصا أن أساسات هذا المبنى تضررت بشكل كبير جراء هذا العدوان الذي استهدف هذه المنطقة في زقاق البلاط التي تستهدف لأول مرة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت. هذا المبنى المؤلف من 5 طوابق، هذا طابق مخصص لمختار منطقة بيروت. هذا المختار هو يكون مرخص من وزارة الداخلية اللبنانية، وهذه المنطقة المكتظة بالسكان والتي لا تبعد سوى 10 أمتار، أمتار قليلة عن مقر رئاسة مجلس الوزراء اللبناني وأيضا عن مقر الأمم المتحدة في لبنان. هي مسافة ضئيلة جدا ما بين هذا الموقع وما بين وسط العاصمة والأسواق التجارية في العاصمة اللبنانية بيروت. هذا المبنى وقد تضرر بشكل كامل في هذه الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت هذه المنطقة وأسفرت وفقا لبيان وزارة الصحة عن سقوط 7 شهداء و31 مصابا جراء هذا العدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة. هذه هي الغارة 7 التي تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تزامنا أيضا مع الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ولكن هذه المناطق المدنية والمناطق السكنية بامتياز التي توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها على مدار الأيام الماضية. من العاصمة اللبنانية بيروت، أحمد سنجاب، هنا القاهرة عاصمة الخبر. والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية.
نبقى في أمل، يئسنا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وأفادت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر راح ضحيتها 50 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43972 شهيدا و104008 مصابين منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط عدد من الجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي شمالي القطاع نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني في منطقة مشروع بيت لهيا. يأتي ذلك فيما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات على محيط منطقة التوبة في مخيم جباليا. قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي تؤكد بشكل قاطع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي كلمتها خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني أوضحت أربينيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية تركت أضرارا لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين. يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من النزوح المستمر جراء عدوان جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. وفي بيت لهيا شمال قطاع غزة نزح الفلسطينيين هربا من القصف والجوع تاركين منازلهم التي هدمها جيش الاحتلال. بيت لهيا شاهد جديد على وحشية عدوان عاد بالبشر إلى عصور الجاهلية الأولى، بل إلى أفظع من قوانين الغاب التي يستبيح فيها القوي أكل الضعيف. في هذه المدينة الثكلى التي تتصدر أنباؤها أكثر المناطق دموية في العالم، رائحة الموت تغلفها، فمن لم يقتله القصف قضى جوعاً واضطر من كتبت له الحياة إلى النزوح. ولكن النزوح لا يعني النجاة. المرأة التي تمسك بدراجة تصرخ: وين نروح؟ وين نروح يا ربي؟ وين نروح؟ إلى المجهول صراخ بلا صدى. هي تدرك ذلك أكثر من غيرها، فلم تغير دماء عشرات الآلاف ولا صرخات الأطفال شيئاً، ولكن لا تملك إلا ما تقول. رحلة نزوح قاسية على وقع حرب تزداد استعاراً يوماً بعد يوم، وأصداء انفجارات دمرت كل مقومات حياتهم حتى أصبحت المنازل أطلالاً يلقون عليها نظرة وداع قبل أن يغادروا مدينتهم. نساء وأطفال وكبار أقعدهم المرض أو العجز اضطروا قسراً إلى النزوح، فلا منازل تؤويهم ولا طعام يقيم عودهم ولا أمان حتى في شارع ينصبون فيه خياماً بالية، فصواعق الاحتلال تترصدهم. حملوا على عجلات شبه بالية ما تبقى لهم من ملبس أو غطاء يستر أبناءهم، يكابدون أكثر من الأمرين في رحلتهم التي لا يدرون نهايتها، فقد أنهكهم طول النزوح وشدة الجوع وقسوة الجلاد وغياب العدالة. النازحون من بيت لهيا وهم يلقون نظرة أخيرة على ركام منازلهم يؤكدون أنهم لا يبرحون أرضهم ولا يستجيبون لمخططات التهجير، وإنما يتحركون داخل القطاع تشبثاً بالأرض ووفاء لدماء عشرات الآلاف الذين قضوا نحبهم دفاعاً عن الحياة. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن مصادر بأن عصابات منظمة تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة وتعمل بحرية في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن منظمات إغاثة وشركات نقل أكدت أن العصابات المنظمة قتلت واختطفت سائقي شاحنات المساعدات.
نهب المساعدات في غزة بات أمراً تمارسه عصابات منظمة بغطاء إسرائيلي، وفي ظل سرقة المساعدات الإنسانية لم تعد المعونات تصل إلى النازحين بحسب ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أفصح مسؤولون بأن هناك عصابات منظمة تسرق المساعدات بقطاع غزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال. وحسب تصريحات لمسؤولين ومنظمات إغاثة وشركات نقل، أكدوا أن العصابات المنظمة قتلت واختطفت سائقي شاحنات مساعدات، وأن عمليات السطو المسلح تجرى في مناطق قريبة من تمركز قوات الجيش دون أن يتحركوا لحماية المواد الإنسانية والسائقين. كما ذكرت واشنطن بوست أن مذكرة داخلية للأمم المتحدة أكدت أن عصابات سرقة المساعدات في غزة تستفيد من هذا التساهل إن لم تكن حماية جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة جيش الاحتلال. ووفقا لتلك المذكرة التي أوردتها الصحيفة، فإن من يدعى ياسر أبو شباب هو الطرف الرئيسي في النهب المنظم للمساعدات في غزة، وبالرغم من أن سلطات الاحتلال رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، فإنها رفضت أيضاً كل المناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات. حجم السرقات التي نهبت من شاحنات الإغاثة المقدمة لقطاع غزة يقدر بملايين الدولارات، وتشمل المساعدات الطبية والخيام والمواد الغذائية والمياه. والآن إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربه. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أصف الشاهد بدمه. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن الاحتلال يمارس عمليات التضييق والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بهدف اقتلاعه من جذوره وضم الأراضي الفلسطينية. وأضاف شعبان أنه على الرغم من أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والقتل والتنكيل والإبادة منذ 76 عاما، إلا أنه سيظل صامدا وباقيا على أرضه. نحن محتلون منذ أكثر من 76 عام، ولا زال الشعب الفلسطيني صامت. كل الذين طرحوا ضم الضفة الغربية واحتلال فلسطين كاملة من النهر للبحر ذهبوا إلى مزابل التاريخ، وبقي الشعب الفلسطيني، هذا الشعب العظيم الذي لن يرفع الراية البيضاء في الماضي، ولن يرفعها الآن، ولن يرفعها في المستقبل. هذا شعب مكون من 14 مليون مواطن فلسطيني، فبالتالي لا يمكن لأي قوة في هذا العالم مهما تكالبت دول هذا العالم على هذا الشعب أن ينهار أو يسقط أو يستسلم أبدا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين. كما أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم وسط تدمير واسع للبنية التحتية. في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باقتحام قوات الاحتلال العديد من المنازل في مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن إصابتين برصاص جيش الاحتلال. كما دمرت النيران في المنازل وعدد من المحال التجارية بجنين، يأتي ذلك بالتزامن مع قيام آليات الاحتلال بعمليات تجريف الشوارع المدينة، والأمر الذي أحال دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى مواقع الحريق.
اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الرسالة التي بعثت بها إسرائيل لمجلس الأمن الدولي ذريعة للاعتداء على بلاده وتحقيق مساعيها نحو توسعة الحرب في المنطقة. وشدد السوداني على رفض العراق الدخول في الحرب مع ثبات موقفه بشأن إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأكد أن قرار الحرب والسلام بيد الدولة العراقية وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق. ووجه رئيس الوزراء العراقي بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة تطورات الأوضاع. ومن جهة أخرى، ذكرت فصائل عراقية أنها نفذت عملية نوعية على جنوب إسرائيل، وأفادت الفصائل العراقية في بيان لها اليوم بأنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة. وأظهر مقطع مصور أن العملية نفذت لأول مرة من البحر، ما يشير إلى أنها نفذت خارج حدود العراق. أكد الحوثيون شن هجوم صاروخي على سفينة الشحن أناضولو إس في البحر الأحمر، وأضافوا أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. هذا وكانت إحدى السفن المارة في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية قد أبلغت عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب منها يوم الأحد الماضي. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن لم يستجب لطلباتهم. أشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن الجيش لن يتفاوض ولن يوقف إطلاق النار إلا بعد انسحاب ميليشيا الدعم السريع من كل المناطق. واصلت ميليشيا الدعم السريع هجماتها وتعدياتها على المواطنين في ولاية الجزيرة بوسط السودان. وقال مراسلنا إن مجموعة من 15 فردا من الميليشيا هاجموا عددا من الرعاة في منطقة جبل اليتور شرقي الولاية وأطلقوا النار عليهم بشكل مباشر. وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة مواطن واختطاف آخر. هذا وأدت هجمات على مدينة رفاعة شرق ولاية الجزيرة لمقتل 29 شخصا آخرين، إضافة لعشرات القتلى في قرى متفرقة بولاية الجزيرة التي تشهد هجمات متفرقة خلال الأيام الماضية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أوكرانيا تهاجم روسيا بصواريخ أمريكية، وبوريل يندد بتهديد موسكو استخدام السلاح النووي. والآن مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا. Новых технических решений. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوقت قد حان لألمانيا لدعم قدرات الضربات بعيدة المدى لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان روسيا تعديل عقيدتها النووية. وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تعمل مع جميع الشركاء للحصول على دعمهم لتوجيه ضربات أطول مدى، مبينا في الوقت ذاته أن كييف تمتلك الآن أنظمة أتاكامز الأمريكية بالإضافة إلى قدراتها بعيدة المدى وسوف تستخدمها جميعها.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجوم الأوكراني على منطقة بريانسك الحدودية الروسية بصواريخ التكامز الأمريكية ما كان يحدث دون مشاركة الولايات المتحدة على حد قوله. ووصف لافروف في تصريحات له لإطلاق الصواريخ بأنه يعد مرحلة نوعية جديدة من جانب الغرب. أضاف لافروف لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي أمريكي بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا سترد وفقا للموقف الأمريكي وذلك بشأن استهداف أوكرانيا للعمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى. ومن ناحية أخرى أعرب لافروف عن أمل بلاده في أن ينظر الغرب بشكل جاد إلى العقيدة النووية الجديدة لروسيا، مؤكدا التزام موسكو بمنع نشوب حرب نووية. أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن واشنطن لم تتفاجئ بالتغيير الذي أعلنته روسيا في عقيدتها النووية. وأوضح أن بلاده لا تعتزم تعديل وضعها النووي ردا على ذلك، مبينا أن واشنطن لم ترى أي سبب لتعديل موقفها أو عقيدتها النووية. أقر مسؤول أمريكي أن أوكرانيا استخدمت صواريخ التكامز الأمريكية الصنع داخل روسيا لأول مرة. ويأتي التحرك بعد أيام فقط من سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة في مهاجمة عمق روسيا، وذلك في تحول كبير بسياسة واشنطن فيما يخص الصراع بين أوكرانيا وروسيا. وتعد صواريخ التكامز من الصواريخ بعيدة المدى إلى جانب منظومة هاي مارس. المزيد في العرض التالي. تمتلك روسيا ترسانة نووية هي الأضخم في العالم، إذ تشير التقديرات بأن وريثة الاتحاد السوفيتي تمتلك نحو 5580 رأسا نوويا لتصبح بذلك في المرتبة الأولى عالميا في امتلاك الأسلحة النووية. إضافة إلى ذلك تمتلك موسكو أسلحة نووية تكتيكية مصممة لزيادة القوة النارية في العمليات القتالية بمنطقة جغرافية محدودة. للمزيد من العرض مع الزميل أحمد بوصيلة، إليك أحمد. شكرا حبيبي.
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل العقيدة النووية الروسية، وذلك بعد سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع في ضرب عمق الأراضي الروسية. فماذا يعني قرار القيصر الروسي؟ تحدد المبادئ النووية الأربعة الروسية حالات استخدام السلاح النووي، وهي أولاً تلقي معلومات موثوق بها بانطلاق صواريخ باليستية باتجاه روسيا وحلفائها. ثانياً تعرض روسيا أو حلفائها لهجوم بأسلحة الدمار الشامل. ثالثاً تعرض روسيا لهجوم بأسلحة تقليدية ولكنها تشكل تهديداً لوجودها. رابعاً تلقي معلومات بنية استهداف مواقع حكومية أو عسكرية حيوية. التعديلات الجديدة بحسب مصادر إعلامية روسية تشمل توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يتم تنفيذ الردع النووي بشأنها، وإضافة عناصر جديدة إلى قائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب بتحييدها. كما تسمح التعديلات الجديدة باستخدام الأسلحة النووية في مواجهة عدوان من دولة غير نووية، لكنه تتم بمشاركة أو دعم دولة نووية. كما تشمل التعديلات كذلك إمكانية أن ترد روسيا بأسلحة نووية حال وجود تهديد لسيادتها ولو بأسلحة تقليدية. كما تتضمن التعديلات حال وقوع هجوم على بيلاروسيا كعضو في الاتحاد وحالة إطلاق عدد هائل من الطائرات العسكرية وصواريخ كروز والمسيرات وغيرها وعبورها الحدود الروسية. ووفق معهد ستوكهولم الدولي فإن موسكو تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك نحو 5580 رأسا نووية، وتأتي بذلك في المرتبة الأولى. أما الولايات المتحدة فتمتلك نحو 5044 رأسا، تحتل بها المرتبة الثانية، ثم يليها في المرتبة الثالثة العملاق الصيني بقدرات تصل إلى 500 رأس نووي. ويعتبر الرئيس الروسي صاحب القرار النهائي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، كما يحمل الحقيبة النووية معه في كل الأوقات، إذ تعد هذه الحقيبة أداة اتصال تربط الرئيس بكبار ضباطه العسكريين ومن ثم بالقوات الصاروخية عبر شبكة القيادة والتحكم الإلكترونية كايزبك شديدة السرية. وإذا تم تأكيد هجوم نووي يمكن لبوتين أن ينشط ما يسمى بنظام اليد الميتة كملاذ أخير، وهي حواسب تقرر ما يسمى يوم القيامة، والتي تعمل على توجيه أنظمة الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية من مختلف مستودعات الأسلحة الواسعة النطاق صوب أهداف محددة لها. مراقبون يرون أن التعديلات رسالة من بوتين للبيت الأبيض وحلفائه، مفادها أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ بعيدة المدى. هي مرحلة جديدة يشهدها العالم المليء بالحروب والأزمات في ظل تهديدات باستخدام الأسلحة النووية. فهل تستفز الولايات المتحدة غريمتها الدب الروسي بالخطوة الأوكرانية، أم ستتراجع حتى لا تنفجر الأوضاع بالجميع؟ نعود لاستكمال بقية ملفات هذه النشرة مع حبيبة. إليك حبيبة. شكرا لك أحمد. شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدا كبيرا بعد قرار الولايات المتحدة بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. تلجأ روسيا لأوكرانيا إلى تعزيز قدراتهما العسكرية في ميدان المعركة استعدادا لأي جولات تفاوضية قد تحدث مع وصول ترامب للسلطة. بالتزامن مع مرور 1000 يوم على بدء شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
تلجأ موسكو وكييف إلى ترتيب الأوضاع على الساحة الميدانية استعداداً لأي جولات تفاوضية قد تحدث بعض التغييرات التي طرأت على البيت الأبيض مع عودة دونالد ترامب للحكم. روسيا عززت قدراتها العسكرية في ميدان الحرب بطائرات مسيرة إيرانية وقذائف مدفعية وصواريخ باليستية كورية شمالية ونحو 11,000 جندي من الجيش الكوري الشمالي حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية. فيما قامت الولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لكييف من أجل استخدام أسلحتها بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. تطورات قامت على إثرها روسيا بتغيير عقيدتها النووية من أجل استخدام الأسلحة النووية للرد على أي هجوم ضدها من جانب أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بإدارتها الحالية بالتورط في الصراع بشكل مباشر. محللون ومراقبون أوضحوا أن تحسين كل فريق لتموضعه العسكري والمتمثل في سيطرة الجيش الأوكراني على أجزاء من مقاطعة كورسك الروسية واستمرار وجود القوات الروسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا سيظل قائماً لاستخدام كل طرف أراضي الآخر كورقة للمساومة على طاولة المفاوضات. تصعيد خطير تشهده الأزمة الأوكرانية الروسية قبل نحو شهرين من تسلم ترامب للسلطة بشكل رسمي وحالة ترقب لتنفيذ وعود قطعها ترامب على نفسه بسرعة إنهاء تلك الحرب في أسرع وقت ممكن. ندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إعلان روسيا تعديل عقيدتها النووية موضحاً أن أي تهديد بالتصعيد النووي هو تصرف غير مسؤول. وطلب بوريل من الدول الأوروبية أن يحذروا الولايات المتحدة وأن يسمحوا للجيش الأوكراني بضرب مناطق روسية عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى يزودون بها. كما أكد بوريل أن أي دعوة لحرب نووية هي عدم مسؤولية. وينضم إلينا من برلين الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات. أهلا بك. يعني بعد التحية، هل تعتقد أن الولايات المتحدة تجاوزت الخطوط الحمراء الروسية؟ وأيضا ما الخيارات المتاحة أمام الكرملين للرد؟ تفضل. بدون شك بايدن وهذا القرار الذي صدر من بايدن في وقت ربما لا يعني لا يبقى له إلا ربما بضعة أسابيع لمغادرة البيت الأبيض يأتي إنه هو تعقيد في المشهد، وخاصة لو يعني ممكن وصفه بأنه تعقيد أيضا إلى إدارة ترامب القادمة. فإذا السؤال الذي نسأله لماذا الآن؟ يعني هذا التصعيد كان ممكن أن يكون يعني قبل هذا الوقت، وكان هنالك تهديدات ومواجهة وتصعيد من قبل بوتين، وكذلك هنالك تصعيد في حرب أوكرانيا، لكن لم يتم إعطاء هذا القرار لا من قبل دول أوروبا ولا من بايدن. التوقيت هذا يعني بأنه بايدن يريد تعقيد يعني المشهد، مشهد العلاقات في ما بين موسكو وترامب. موضوع روسيا أجد أنه ما تقوم به هو ضمن الحق المشروع في الدفاع عن أمنها القومي، وجد أنه ممكن وصفه هو ضمن التصعيد النووي أو الردع النووي المضاد. يعني روسيا تصعد من قدراتها النووية وتعدل من يعني العقيدة النووية لكي تتماشى مع التهديدات الحالية. وجد أنه من حق روسيا في ضوء يعني الخطوات التي اتخذتها ربما الناتو وكذلك البيت الأبيض، أجد أنه انخراطها بشكل مباشر من خلال الدعم إلى أوكرانيا يشعر يعني هنالك مخاوف عند روسيا في الأمن القومي يجب أن نحسب لها حسابها. فإذا ما يحصل الآن ممكن وصفه بأنه الردع النووي، وكذلك في يعني عسكريا ممكن وضع وصف أنه يعني الخطوات الاستباقية
والوقائية النووية التي تعتمدها روسيا في سبيل حماية أمنها القومي. نعم، إذن من الناحية العسكرية برأيك ما مدى قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات داخل العمق الروسي بدعم أمريكي أيضا؟ هي تستطيع أن تنفذ هذه الضربات، لكن هنالك أيضا سؤال، ما هي عدد الصواريخ التي تمتلكها، وكذلك ما هي الخبرات التي تمتلكها أوكرانيا، وكذلك الفترة المتبقية إلى بايدن لتنفيذ هذه جميعها. تقول أنه حتى أن ضربت، هل ممكن أن تقوم بتغيير المعادلة العسكرية؟ هنالك الصواريخ الموجودة هي ممكن إلى 300 كيلومتر ممكن أن تضرب العمق الروسي، لكن السؤال هل ممكن أن تغير الوضع العسكري؟ روسيا لها عمق عسكري وعمق دفاعي وجغرافي ربما أوسع مما تقوم به أوكرانيا، فأجد أنه هي يعني سابقة خطيرة في العلاقات وقواعد الاشتباك ما بين الناتو وروسيا، لكن في أي حال من الأحوال أجد أنه سوف تبقى روسيا قادرة للدفاع عن نفسها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات، شكرا جزيلا لك. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز ب32 مرة الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ووفقا لتقرير سري للوكالة اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قدر بنحو 6644 كيلوغرام في 26 من أكتوبر الماضي، بزيادة ل 852.6 كيلوغرام عن التقرير الأخير الصادر في أغسطس الماضي. وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع. مجموعة العشرين تركز على تغير المناخ في ختام قمة ريو دي جانيرو. في اليوم الثاني والأخير من قمة دول مجموعة العشرين ريو دي جانيرو تركزت محادثات القمة على ملف تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما بحثت القمة وسائل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في إطار مساع لزيادة فرص التوصل إلى اتفاق ناجح لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ المنعقدة في أذربيجان. ودعا قادة مجموعة العشرين إلى زيادة التمويل المناخي بشكل سريع وملموس من مليارات إلى تريليونات من جميع المصادر لسداد تكاليف مواجهة تغير المناخ، كما بحث القادة عددا من الملفات من بينها الأزمة الأوكرانية. قال وزير الطاقة التركي إن أنقرة تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام لتعزيز هياكلها المؤسسية. وذكر الوزير إن الدولة تستهدف تحديث الشركات ونقلها إلى وضع مناسب لحجمها من خلال اكتتابات عامة يستفيد منها المواطنون والمستثمرون. وأوضح أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مما يعني أنها لن تبيع خصصا في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات. توقعت العشرات من شركات التجزئة الكبرى في المملكة المتحدة تسجيل خسائر تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني جراء تعييرات الميزانية. وقال ممثلون عن متاجر التجزئة إن التكاليف الإضافية مثل زيادة تكلفة التأمين الوطني ستؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار.
وبذلك القدر نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. المبعوث الأمريكي إلى لبنان يلتقي ميقاتي وبري، ويؤكد أن انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في متناول اليد. حزب الله يقصف ضواحي تل أبيب ويعلن استهداف قوات إسرائيلية في محيط 4 بلدات حدودية لبنانية. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة، نشكركم على حسن المتابعة. شكرا حضرتك. شكرا لك أحمد، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.